اليوم عندنا هذه قطعة الأرض، المساحة مالتها العرض 7 أمتار، النزال 20 متر، وطبعاً اختارينا لها هذا التصميم اللي يصير به بالبداية طارمة، صحيات خارجية، مطبخ والاستقبال، إنه بتجي الصالة، بالأخير صايرة غرفة واحدة جوا ومنور وصحيات. هنا طبعاً الحداد كمل الحديد مالته، التسليح مالتنا كملناه بصورة صحيحة، النجار دق القالب مالته، بقى عنده ملاحظات بسيطة. هنا عندنا المنور راح يصير رفت، الحمام الخارجي راح يصير رفت الصبة مالته. طبعا احنا صار عندنا العرض مالت الصب تقريبا 60 سنتيم والارتفاع مالته 50 سنتيم. هسه خلنا نروح نشوف الاتاري شلون ناشرينها، الحديد شلون ناشرينها. طبعا احنا مخلين 4 اشياش فوق 4 اشياش جوا، وتقريبا مسافة بين الاتريه ناشرينها على 20 و 25 سنتيم بعض المكانات. هسه خلنا نروح للتوضيح اكثر. طبعا هنا عندنا هذه الصالة اللي راح يصير بيها درج، طبعا من ضمنها درج. شوف الدرج وين راح نختاره، باي جهة، بعد ما نكمل البناء مالته الهيكل راح نختار الدرج المكان مالته قبل لا نصب السطح. طبعا لازم تختار مكان الدرج مالتك، واهم شيء بالبيت لازم تختار مكان الدرج صحيح، والنجار يضبط لك الدرج على مود ما تخرب المساحة مالت البيت مالتك والخارطة مالتك. المهم هنا هسه عندنا هذه استقبال، بهاي الجهة صايرة الاستقبال، هنا طار ما عندنا بالبداية صايرة وصحيات خارجية. هذاك الباب اللي تشوفونه من هناك، الباب تقريبا 1.80 متر العرض مالت الباب. هنا عندنا هاي الصحيات راح تصير رفت، طبعا احنا مقاطعينها حديد بس هي راح تصير رفت للقوة، لان ما راح تاخذ مساحة عندك، سويها رفت افضل. عندنا هاي هسه اللي واقف بها اني هي هاي الاستقبال. عندنا تشوفون هنا النشر مالت الاتريا مالتنا 20 سنتيم اللي بين 1 و1 20 سنتيم، وطبعا اكو ناس تخلي 15 اكو ناس تخلي 10، فاحنا شايفينها مجربينها ال 20 سنتيم ما بيها اي مشكله للرباط البيت، وهو ايش ما تزود حديد بعد افضل، بس كل من على قد امكانيته. هنا احنا اختارينا ال 20 سنتيم بين 1 و1. عندنا هناك مثل ما قلت لكم بالبدايه العرض مالته الصب مالتنا راح يصير 60 سنتيم والارتفاع مالته 50 سنتيم. طبعا مثل ما قلت لكم بالبداية هذه الخارطة مال 140 متر، العرض 7 امتار والنزال 20 متر. طبعا احنا اختارينا غرفة واحدة جوا على مود راح يصير عندنا صالة، يصير عندنا استقبال، ويصير عندنا طارمة كبيرة، فاحنا اختارينا غرفة واحدة جوا افضل بالمستقبل، لا تريد تخلي غرفتين فوق. المهم وهنا بعد ما كمل الصب مال الاساس صارت عندنا الخارطة واضحة مثل ما تشوفون قدامكم، هاي بدايتها. هنا عندنا الطارمة واني شرحت لكم بالبداية، وهسه هم راح اشرح لكم. عندنا هنا الطارمة والصحيات الخارجية، الاستقبال والمطبخ والصالة، وبالأخير صايرة عندنا الغرفة. هنا هذا بعد ما نفذنا طبعا البارحة أو قبل البارحة العفو، كملنا الصب، والبارحة كان عندنا رش، واليوم هم هسه راح نرش مرة ثانية. أهم شيء الرش، لازم ترش الأساس مالت البيت لمدة 3 أيام، تخليه ناقع بالمي شقد ما تقدر ترش مي هذين 3 أيام، كثر بالرش، وأهم شيء هو الأساس. إذا رشيت الأساس بصورة صحيحة راح يصير العمر مالته طويل، وهو أهم شيء بالبيت هذا كله، أساس البيت المفروض يصير مضبوط والشغل مالته يكون درجة أولى. وطبعا إذا ردتوا هذا التصميم راح أسوي فيديوهات خاصة بالتصاميم، وأضيف من ضمنها هذا التصميم مال هذا البيت. اللي يعجبه هذا التصميم راح أخلي لكم إياه فيديو إن شاء الله بالمستقبل، راح أنشر لكم إياه بالأيام القادمة. تقدرون تأخذونه خارطة ورقية أو تتواصلون وياي على الحساب مالتي على انستغرام أو فيسبوك نفس الاسم أحمد آل بدير، راح تلقون الحساب مالتي تراسلوا وياي ان شاء الله راح ادزلكم اياه على الخاص الفيديو او الخارطه مال هذا البيت او اي بيت ناشره اني، ان شاء الله راح ادزلكم اياهن اذا عجبكم هذا التصميم. طبعا هنا وصلنا للنهايه، اللي اتمنى منكم تسوون لايك ومتابعه، دعم وتشجيع على مود نستمر بالنشر، واللي عنده اي استفسار او ملاحظه يكتب لنا اياها بالتعليقات، بس لا تنسون تسوون لايك واشتراك بالقناه على مود راح الفيديو هذا يوصل لاكثر عدد من الناس وراح يستفادون من عنده. وهنا وصلنا للنهايه، وتحياتي لكم ومع السلامه.